في البداية لو اتكلمنا يا أستاذ سامي، يعني المشهد الحقيقة قبل 2014 كان مشهد قاتم جدا، كان في تحديات أمنية بتواجه مصر لو اتكلمنا على الصعيد الإقليمي أو حتى على صعيد الدول المجاورة. مصر كانت في معزل عن القارة الأفريقية، أيضا كان في زي ما كنا بنشوف الوضع القائم في الدول العربية كمان، ده غير بقى كمان الإرهاب اللي كان موجود جوه مصر. لو حضرتك هتحلل الوضع فيما قبل 2014 أمنيا، شايفه إزاي؟ اللي كان حاصل في مصر كان شيء مرعب وكان شيء مخيف. كنا بنشوف تفجير واثنين وثلاثة وأربعة في اليوم الواحد، كنا بنشوف إرهاب في كل الأماكن وكل المدن في مصر. كان إرهاب في القاهرة، في الجيزة، في كثير من محافظات الدلتا. شفنا استهداف للكنائس وفيما بعد المساجد، شفنا استهداف لمدنيين يعني، وشفنا اغتيالات وقتل لضباط شرطة قبل 2014، وزادت الموجة بعد 2013. وكان سيناء هي المكان الرئيسي لهذه العمليات وهذا الإرهاب، وكان رجال الجيش ورجال الشرطة هم اللي بيواجهوا وهم اللي بيصدوا. أنا يعني بطلب إن أي حد من الناس أو أي مشاهد كريم من اللي بيشوفنا بس بيغمض عينه ويفكر للحظات كيف كان المشهد، إزاي كان بيتابع كل هذه التفجيرات، سواء سمعها أو شافها أو حتى تابعها من خلال السوشيال ميديا في هذا التوقيت أو من خلال التلفزيون. ويمكن زميلي أحمد عبد الصمد كان شريك معانا في التغطيات الإعلامية، صحافة أو تلفزيون، ونحن شركاء في برنامج مصر الجديدة في من 2011 ل 2015. كان ده بيحصل زمانة، مش يوميا بل كان بيحصل مرة واثنين وثلاثة وأربعة في اليوم. كل الدولة تقدر تتعافى وتتصدى للإرهاب وما يبقاش في نقطة دم واحدة في الشارع، سواء لمدني أو رجل جيش أو رجل شرطة أو حتى استهداف لمنشأة، فده إنجاز عظيم. كنا دموعنا بتنزل واحنا بنغطي احداث كرداسة، واحنا بنغطي اللي حصل من الضحايا اللي ماتوا. مثلا احنا عندنا اغتيال النائب العام، عندنا استهداف موقف وزير الداخلية، عندنا كل ضباطنا، عندنا اللواء محمد سعيد كان مدير مكتب وزير الداخلية حين تم اغتياله في شارع الهرم في الجيزه وهو في سيارته في طريقه للوزاره. عندنا اللي هو عبد الرؤوف الصرفي، لو قلت اسماء مش هفضل. يمكن يا استاذ سامي، يعني طبعا حضرتك ذكرت فتره رجعت لي شريط من الذكريات كده تحديدا، وفكره ازاي كنا بنغطي واحنا بنتالم واحنا نفسنا كنا خايفين، احنا نفسنا ما كناش امنين في هذا الوقت تحديدا، لان كان في جماعه بعينها كانت بتتعمد اللي هي تعمل اعمال تخريبيه، اعمال الهدف منها هو تخويف وترويع المواطنين تحديدا لتنفيذ اجنده بعينها. لكن اعتقد الدوله المصريه ما سكتتش ولم تقف مكبدة الأيدي زي ما بيتقال، وكان في خريطة أمنية واضحة لابد من تنفيذها عشان يعود الاستقرار مرة تانية وتعود مصر واحة للأمن والأمان. شايف ايه الأولويات اللي اشتغلت عليها علشان خاطر نحقق الاستقرار اللي احنا بننعم بيه النهاردة؟ طبعا مواجهة إرهاب بهذا الحجم وبهذه القوة وبهذا التخطيط وبهذا المنهج اللي كان متبع وبهذا الدعم وكل الأموال اللي احنا شفناها، الدولة واجهته بأكثر من نهج وطريقة. كان أولها هو العمل باحترافية شديدة والتعاون الشديد بين الجيش والشرطة. شفنا إزاي يتم تفكيك الخلايا الإرهابية في القاهرة والجيزة وفي سيناء، وشفنا كيفية التعامل معها، وشفنا المداهمة، وشفنا استباقية التعامل مع هذه الخلايا، كل التعامل ده. وشفنا كم جماعه مسلحه انبثقت عن جماعه الاخوان. يا احمد لو انت فاكر حسم وفاكر جنود مصر، اجناد مصر،
وفاكر كتاب حلوان، كل ده يتحط في كتب، كل ده يتحط في كتب علشان الاجيال الجديده تعرف ايه اللي اتعمل في مصر من اجل ان نعود الى الامن والامان الذي كنا عليه.